في الظروف الاقتصادية اللي بيعيشها العالم خلال الفترة دي، كتير مننا بيدور على قرض، سواء كان القرض ده قرض شخصي أو قرض استثماري. علشان كده البنوك بتكون عارفة احتياجات المواطنين كويس وإيه المنتجات اللي ممكن تكون مناسبة ليهم، وبالتالي بنشوف كتير من البنوك بتقدم منتجات بنكية كتير مفيدة جدا، لكن كتير مننا ما يعرفش أي حاجة عنها. المنتج اللي معانا النهاردة عامله واحد من أكبر البنوك في مصر، وهو بنك قناة السويس، اللي ممكن يقدم لك قرض بتوصل قيمته إلى 5 مليون جنيه. أنا ماريا مجدي، ويلا نعرف التفاصيل. من فترة بنك قناة السويس أعلن عن طرح منتج جديد، وده خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المنتج ده البنك أطلق عليه اسم قرضك سندك، وبيتيح للمستفيد منه مزايا كتيرة جدا، خاصة أصحاب الشركات في مختلف الأنشطة. القرض الجديد بيقدم تمويل قيمته بتوصل تقريبا إلى 5 مليون جنيه، وده للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بتشتغل في الأنشطة التجارية والصناعية والمقاولات، وكمان الأنشطة اللي ليها علاقة بالطاقة الجديدة زي مشروعات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وغيرها. الحلو في الموضوع أن القرض ده بيكون بفايدة مميزة جداً ومشجعة للناس أنها تحصل عليه، ومدة سداده بتوصل تقريباً لخمس سنين. دلوقتي عرفنا تقريباً كل تفاصيل القرض، قيمته قد إيه ومدته على كام سنة، وممكن مين اللي يستفيد منه، ولكن أكيد هتكونوا عايزين تعرفوا الشروط والأوراق المطلوبة علشان تقدروا تستفيدوا من القرض. أولاً لازم تكونوا عارفين إن البنوك دلوقتي بتقدم تسهيلات كبيرة جداً للناس اللي عندهم رغبة في الحصول على أي تمويل، وده بسبب الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي، وعلشان كده البنوك بتحاول تساعد الناس بكل حاجة ممكنة. المنتج الجديد اللي بيقدمه بنك قناة السويس اللي هو اسمه قرضك سندك، أي حد عنده مشروع صغير أو متوسط ممكن يستفيد منه، وده بمستندات بسيطة جداً. أول حاجة هيحتاجها أي بنك منك هي أكيد بطاقة الرقم القومي، سواء ليك أو معاك شركة، وكمان أي حد ضامن، ولازم البطاقة تكون سارية. تاني حاجة هيطلبها منك البنك هو السجل التجاري، بشرط إنه يكون حديث وما عداش عليه أكتر من 3 شهور. كمان البنك هيطلب منك البطاقة الضريبية وموقفك الضريبي والتأميني، بشرط ما يكونش عدى عليهم أكتر من 3 شهور برضو. وهيطلب البنك منك مستندات تانية ضرورية زي ميزانية آخر 3 سنين وعقد تأسيس الشركة وعقود التعديل. طيب لو التمويل اللي انت عايز تاخده ده هتشتري بيه مكن أو معدات، إيه اللي محتاج تقدمه للبنك علشان يوافق على القرض بتاعك؟ ضروري جداً لو أنت عايز تحصل على التمويل الجديد من بنك قناة السويس اللي اسمه زي ما قلنا قرضك سندك، بس هتشتري بيه معدات أو آلات، لازم تقدم للبنك عرض أسعار للآلات ومعدات ووسائل النقل اللي أنت عايز تشتريها، وكمان التراخيص الخاصة بكل نشاط صناعي أو تجاري. كده أنت عرفت كل التفاصيل، وكل اللي عليك إنك تجهز ورقك وتروح للبنك تقدم علشان تاخد القرض.